تكسير البيض عادة تجمع المسيحيين في عيد الفصح. البيض المسلوق والملون في يوم عيد الفصح عادة متأصلة لدى المسيحيين المشرقيين بمختلف طوائفهم. يوزعون البيض في البيوت وأمام الكنائس ويتنافسون في تكسيره، تقليد يرتبط بمفهوم قيامة السيد المسيح من الموت. قشرة البيضة ترمز إلى القبر، فيما كسر البيضة يرمز إلى القيامة. أما الصوص فهو علامة انتصار الحياة على الموت. كذلك فإن كسر البيض يعني كسر الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة.